السلام عليكم ورحمة الله. احنا النهاردة في زيارة مهمة جدا للمعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد. معانا داخلين لعميد المعهد، يا رب نكون ما بنزعجكوش، دكتور محمد اسماعيل سليم عميد المعهد. اهلا وسهلا استاذ مليون، تشرفنا النهارده في معهد القومي لابحاث الامراض المتوطنه والكبد. ربنا يبارك في سيادتك، ونتمنى ان شاء الله نقضي يوم كويس. انا ليش ويبقى ندعو اهل الخير للتبرع لهذا المكان العظيم اللي بيقدم خدمات لمرضى الكبد في كل انحاء مصر. ربنا يبارك فيك. الله يخليك. اتفضل اتفضل. المعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد، ما هي الأمراض المتوطنة؟ الأمراض المتوطنة دي الأول كانت هي عبارة عن أمراض طب البلاد الحارة. في البداية كانت عبارة عن الكليستوما والإسكارس والحاجات دي كلها، بعد كده دخل عليها أمراض البلهارسيا، بعد كده دلوقتي في العصر الجديد ده بقت الامراض الفيروسيه للكبد اللي هو فيروس بي وفيروس سي، وفي برضه فيروس اي هيطلع قدام، يعني بدا في كلام عنه. ده اقوى من الباقيين؟ لا، هو اقل خطورة، هو زي فيروس اي. زي ايه؟ زي ايه بالظبط؟ بتقول عن اكل والشرب، ومضاعفاته على الكبد قليله قوي. هو اخطر مضاعفات على الكبد هو البي والسي. البي اخطر من السي كمان، لو عمليه الاحتياطات من الاصابه في البي موجوده، اللي هي الاحتياطات اللي هو تجنب المريض المصاب، عدم استخدام الادويه الخاصه بالمريض المصاب، عدم استخدام الادويه اللي موجوده عند الحلاقين، لازم تستخدم الادويه الشخصيه بتاعتك، تتاكد من طبيب الاسنان بتاعك ان هو بيعمل الحاجات دي كلها، دي موجوده في السي والبي. بيتفوق البي عن السي ان له تطعيم بقى. تمام يا فندم. طيب اتفضل يا فندم. اتفضل. ده جهاز اشعه مقطعيه لسه جايبينه جديد. فايدته ان هو بيعمل كل الاشعه المقطعيه على الجسم، وبيعمل حاجه اضافيه اللي هو بيقيس حجم الكبد لمرضى المتبرعين بزراعه الكبد. زراعه الكبد المتبرع حي، احنا بنعتبر رواد الوطن العربي والشرق الاوسط وافريقيا. كويس. بيسبقنا في الحاجه في الحته دي بس هم دولتين، اليابان وكوريا. لكن احنا اعدادنا اللي عملناها داخل جمهوريه مصر اكبر من اللي عملتها الدول الاوروبيه، اكبر من اللي بتعمل في امريكا. اعداد احنا عملنا 4000 حاله، ده رقم كبير جدا. الجراحه دي بتتم بايادي مصريه كامله من يمه الفرق كلها، ما عدناش بنستعين بخبراء اجانب، يعني انا هذا المعهد لم يستعين باي خبير اجنبي. جهاز الأشعة الفترة اللي فاتت حصل فيه تطوير كبير جدا، وطبعا الفضل ده يرجع لإن احنا قدرنا نجيب تمويل بمجهود الدكتور محمد إسماعيل، وملينا الأجهزة بأحدث طراز. جبنا رنين مغناطيسي مغلق توب نوتش، أحسن جهاز بيعمل كل فحوصات الرنين المغناطيسي. جبنا أشعة مقطعية متعددة المقاطع 160 مقطع بيعمل كل فحوصات الأشعة المقطعية. جبنا وحدة قسطرة هي الأحدث في مصر حاليا، الوحده الستاره دي بتعمل كل فحوصات الاشعه التداخليه. عندنا حضرتك 5 وحدات موجات صوتيه. الفيز الجاي بقى ان احنا نبتدي نستقبل اكبر كم من الحالات اللي هي حالات التامين الصحي، حالات القرارات، بحيث ان احنا نقدم الخدمه دي اللي يستحقيها. مستحقيها هم مين؟ هم الناس اللي الدوله المفروض بتكفر دم وبتغطيهم تامينيا، احنا المفروض ان احنا نقدم هذه الخدمه. خصوصا مرضى التامين الصحي. من القرارات. تمام. وقرارات دفع الدواء. وبرضه بنقدم خدمه مجانيه، ما انا احيانا بيجي لنا مريض ما عندوش الاستطاعه ان هو ينتظر لعمل قرار على نفع الدوله، بنعمل له خدمه مجانيه. الخدمه المجانيه موجوده، ودي احد اضلاع المثلث الخدمه الطبيه، سواء خدمه مجانيه او خدمه اقتصاديه او خدمه تامين صحي. فالثلاث خدمات احنا بنقدمهم وما بنفرقش، هو مريض في الاول وفي الاخر لا يمكن نميزه عن طريق الخدمه الماليه بتاعته.
أنا آسف، مجانية تماما ولا تماما؟ تماما مجانية تماما. تيكت بخمسة جنيه. الأسبوع اللي فات معمول حالة ورم رأس بنكرياس اسمها ويبل. الحالة دي بتتعمل في المستشفيات الاستثمارية ب 180 ألف جنيه، معمولة عندي بخمسة جنيه. مريض قاطع تذكره بخمسة جنيه وداخل، وموجودة ما زالت موجودة داخل اسم الجراحة لو عايز تقابلها وتاخد منها حديث، ما عندناش أي مشاكل. عايز بس فكرة الأساطير والأشعة التداخلية، الأشعة التداخلية ده إجراء غالي جدا. العيان بيجي المجاني اللي محتاج يعمل ده، احنا بنعمله كل الإجراء مجاني ببلاش. هو الفكرة حقيقة إن العيان اللي بيدخل المعهد اللي محتاج خدمة هياخدها. وجد ليه مخرج تأميني وليه تغطية تأمينية هيتعمل تأميني، ملوش تغطية تأمينية هيتعمل مجاني. برضه ده بدفع 5 جنيه. ايوه ده 5 جنيه. عمر يا مصر. متطورة ليها علاقة بمناظير الجهاز الهضمي على مستوى وزارة الصحة، فيها جميع خدمات المناظير المتعلقة بمرضى الجهاز الهضمي، مناظير المعدة التشخيصية والعلاجية والقولون، أمراض القولون التشخيصية والعلاجية برضو، ومناظير القنوات المرارية، ومنظار الأشعة عن طريق الموجات الصوتية، المنظار عن طريق اللي هو الإي أو إس. تمام، ده بنستخدمه في تشخيص بعض حالات أورام البنكرياس والكبد، وده الخدمة زي ما هيك الأستاذ دكتور محمد تفضل قبل كده هي مجانية بالكامل. المريض القادر بيقدر يدفع حاجة مدعمة، واللي مش قادر وما عندوش مشكلة وما مش مغطيه تأمين صحي بنعالجه بشكل مجاني. منظار العلوي كام يا ناصر؟ 175 جنيه بالبنجل. بيتعمل بره ب 800 جنيه. والحمد لله ما عندناش ويتنج ليست حتى. يعني اضفنا خدمه جديده حاجه اسمها منظار السباي كلاس، ده بيشتغل على بعض المشاكل اللي كانت بتواجهنا قبل كده لمرضى القنوات المراريه، ان في عنده حصوات بعيده مش قادره اوصل لها، والخدمه دي لسه داخله المعهد وهي اول مره هتخش داخل وزاره الصحه. دكتور باسم، ناقصكم ايه في وحده المناظير؟ ايه مهم؟ احنا دلوقتي في الوقت الحالي احنا بنوسع الوحده عشان نقدر ناخد عدد حالات اكتر ونضيف عليها حاجات، فبنعمل مشروع تطوير لضم جزء من المكان تاني ونوسعها. تمام، بتواجهنا مشكله طبعا المستلزمات بتبقى غاليه شويه واحيانا ما بتبقاش متوفره، بنحاول على قدر الامكان نوفرها سواء بالدعم الحكومي او بدعم المتبرعين. ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لكم يا رب ابن الله العظيم. بص انا برضو عايز اوريك ده الليسته، بتبقى الليسته بتاعت اليوم زي ما انت شايف في 17 حاله بيعملوا. لو بص هتلاقي اقتصادي، اقتصادي مجاني، اقتصادي خدمه اجتماعيه يعني مجاني برضو، خدمه اجتماعيه مجاني، خدمه اجتماعيه مجاني، اقتصادي اقتصادي اقتصادي، دخلي مجاني، دخلي مجاني. فهو الخدمه بتقدم حسب طلب المريض مش حسب طلبنا احنا. يعني المريض عايز يعمل اقتصادي، عايز يعمل مجاني، احنا بنحقق له رغبته. ما بنميزش بين المريض المجاني والاقتصادي في تأدية الخدمة، هي خدمة واحدة. الخدمة الطبية ثابتة على كل المرضى، ما فيهاش أي تميز. اللي بيختلف ما بينهم وبين بعض الخدمة الفندقية. يعني زي حج القرعة. زي حج القرعة. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا، ازي حضرتك يا فندم؟ دكتورة جهاد. اهلا دكتور. نائبه في البرلمان المصري. اهلا وسهلا فندم. يعني فعلا انا بفتخر ان في مكان في مصر بالمكان ده بجد والله. يعني ده مش استياء ولا للتسجيل ولا للشو، دي كلمه حق لو ما اتقالتش للناس دي، يبقى احنا ما بندعمش اللي بيقدموا حاجه لمصر. انا جاري، يعني انا من الشرقيه اصلا، وجاري عمل عمليه زرع، يعني كانت بره ده حاجه اسطوره ان احنا نشوف حد بيعمل عمليه زرع، دي لا ده برقم وحاجات، لا قمة الأمان، قمة النظافة، قمة حرص. يعني أنا في دكتور برضو عشان أشيد باسمه، اسمه محمد طلعت، دكتور محمد طلعت من فريق الزرع. عمر محمود طلعت، عمره ما قال أنا اتلخبطت في اسمه، اتلخبطت في اسمه 3 مرات النهاردة. عمره ما قال أنا اللي بزرع، أنا 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 نقطة في بحر اسمه فريق زراعة الكبد المصري. وأنا
انا بقول انه مش فريق زراعه الكبد، زراعه الامل في مصر. ده مكان لازم مصر كلها تتحول لروح الفريق ده وحب العمل ده، وان كلهم فعلا في خدمه المرضى زي ما موجود هنا. سياده النيابه متشكر لحضرتك جدا، ربنا يبارك فيك وربنا يشفي خال حضرتك ان شاء الله. عايز استاذ بيومي اشكر دكتوره جهاد النيابه اللي بتتكلم عن الشعب. فعلا احنا ما خلقنا المكان ده، خلقنا المريض الغلبان. انا عايز اقول ان دي وحده برنامج زراعه الكبد اللي اتعمل في هذا المعهد، وكان لي الشرف ان انا وضعت بذرته. زرعنا 67 حالة، الحمد لله نسبة النجاح بتاعتنا بتضاهي النسب العالمية، ما عندناش أي مشاكل في القصص دي. بنحاول نوفر الموارد المالية للمريض، المريض هنا بيزرع شبه مجاني، مش عايز أقول مجاني عشان ما حدش يقول لك ده بيكذب، لا شبه مجاني يعني بيشيل جزء بسيط جدا من قيمة الزرع. قيمة الزرع دلوقتي 275,000، المريض بيشيل 25,000 منهم، بيحطهم كتأمين لو احتاجنا حاجة طرقة ولا حاجة مش موجودة، لأن مريض الزرع ما نقدرش نأجله للصبح أو نأجل الطلبات بتاعته للصبح. معلش أنا آسف فندم، 275,000 جنيه هو بيدفع 25,000 جنيه؟ لا، ال 275 بنجيبهم كلهم، ال 25 بتوعه بيحطهم تأمين. فندم معلش، الجراحة كلها بتتكلف 275,000 جنيه. أيوه. المريض بيدفع أيا كان الموضوع تأمين ولا غير تأمين 25,000 جنيه؟ بالظبط كده. يبقى مجاني. ما هو بيدفع 25,000 جنيه ممكن يرتد له منهم جزء تاني. تمام. كمان يعني ممكن ما يتخلصوش. زراعة كبد. زراعة كبد. غير كده كمان المريض اللي بيحصل له مضاعفات، يعني أنا عندي هنا مريض، المريض ده دلوقتي عدى الصفقة الشاملة بحوالي 150,000 جنيه. يعني إيه الصفقة الشاملة؟ اللي هي 275. عداها بقى خلاص. وقاعد لأنه عنده مشكلة في القناة المرارية. فأصبح اللي مطلوب منه تاني 175,000 جنيه على 275. عشان حالته عيني. ربنا يشفيه. في الوقت ده ما بنحملوش بقى، بنجيبها له من تبرعات برضه، ما بنخلوش يدفع بقى. السلام عليكم. حضرتك زارع كبد هنا؟ انت بتيجي تتابع ولا بزلت موجود في المستشفى؟ لا، باجي اتابع كل اسبوع، كل 15 يوم. في متابعه دوريه مستمره يعني. يعني تجديد علاج، زياده الجرعه، اقل الجرعه كده يعني. مستمرين معايا الحمد لله. تبع. دفعت كام يا حاج في الزراعه دي؟ لا، وانا دفعت كتامين هنا 25، كنا محتاجين جهاز جبناه يعني، واسترديت منهم مبلغ. ربنا يعافيك يا حاج باذن الله، والحمد لله والف مبروك، وباذن الله تبقى زي الفل. شكرا. اهلا وسهلا سيادتك. طبيب في الاقصر؟ طبيب اخصاء امراض باطنه. امراض باطنه. فوصفوني في الاقصر هنا السمعه والمعامله بالامانه، معامله في قمه الجمال يعني، تحليل بنظام وكل حاجه بنظام هنا والله. يا ريت كل المستشفيات زي كده. والمعهد يكفي يعني بيتصل بينا في البيوت. يتصل ويقول لي الو، طب جهزوا لك كذا وكذا وكذا بكره. يعني المعهد نفسه بيتصل، بيتابعك، بيتابعني ويتصل بي يعني. اتصل بي الدكتور محمود بالليل امبارح من تليفونه الخاص. يا حسن هات بكره معك كذا وكذا وكذا وكذا. طب فين الاهتمام اللي اكثر تمام. من كده؟ تمام. يعني إذا كان في مكان سيء ما يأثرش على الأماكن الحلوة اللي زي هنا. تمام يا دكتور. والله العظيم تمام. بالأمانة. تمام. أنا بكلمك بالأمانة. صدقك يا فندم جدا والله. يعني أنت فرصة لو في حاجة وحشة أنا أقولها لك. تمام. أنا طبيب. تمام يا دكتور. أنا ولفيت مستشفيات كثيرة ما لقيتش معاملة زي هنا. فهي دي الورقة على لوجو المعهد. لوجو البرنامج عبارة عن شجرة طرحة كبد. وده الختم اللي بناء عليه بيتم التخفيض 50%. تمام يا فندم. على طول. مش ده اللي بيروح لاي معمل تحاليل، اي معمل تحاليل من المتعاقد على مستوى الجمهوريه يعني. خد الورقه دي وراح الاقصر الدكتور حسن هيعملها في معمل الاقصر بالتخفيض ده. ده اتفقنا معاه. تحاليل او اشعاعات ولا تحاليل فقط؟ لا، تحاليل او اشعاعات. او اشعاعات.
محتاجين التكاتف يكون وراء الأطباء، إن هم مش يشتغلوا بس، لا يشتغلوا ويبدعوا. وريتك الأرض الواقع، أنا عندي حسابين تبرع زي ما سيادتك قلت، في حساب فيه فلوس كتير وفي حساب ما فيهوش، أصريت إن أنا أديك الحساب اللي ما فيهوش وما أديكش حساب اللي فيه، لأن دي في الأول وفي الآخر كلهم مرضى وكلهم. سألت سيادتك ما ينفعش تاخد من الحساب اللي فيه فلوس تدي اللي ما فيهوش فلوس، قلت لي ما ينفعش، وده كان كلام جريء جدا وكلام هايل جدا. ما ينفعش تاخد من الحساب اللي فيه فلوس، القانون بيمنع. القانون بيمنع طبعا. انا الحساب حتى بتاع الزرع اللي عندي فيه تبرعات كتيره جدا. انا عملت لجنه ان هي تدير هذا التبرع. طيب احنا عندنا النهارده الحساب اللي محتاج فلوس تبرعات، وده الحساب للبنك المركزي، اكيد في جميع بنوك مصر التابعه للبنك المركزي، من الشمال 9 وبعدين شرطة 450 وبعدين شرطة 87 236 وبعدين شرطة 8. ده حساب لهذا المعهد. في حاجات يعني احنا شفنا كتير بره على بجنيه وحاجات، في حاجات فعلا هنا ممكن تبقى بمئة جنيه، ممكن تبقى بألف جنيه، ممكن تبقى بخمس تلاف جنيه. قد ايه هي مهمة، قد ايه هي مفيدة فعلا. التبرع برقم صغير جدا ممكن تتبرعوا، ممكن يبقى سبب في انقاذ حياة مريض. انا استفدت كتير جدا، انا اتشرفت كتير جدا، انا اللي برجو سيادتك ان انا اقرر الزيارة. تشرف الله العظيم، شيء مشرف وشيء جميل وشيء مبهر. تشرفنا استاذ بيومي، وتشرفونا في اي وقت. ربنا يبارك فيك. شكرا.